ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هزم الرضا. في نفس اليوم أيضا معي أختي زهرة من قناة فراشة تي في. في الفيديو ده يا أصدقاء النهاردة هنرسم ستيكر اللي هي الأشكال اللي تبقى جميلة الكيوت اللي احنا ممكن نزين بها حقائبنا هواتفنا. نضعها زينة على أي شيء، يعني ممكن استخدمها كزينة مثلا انا بعرض مقطع فيديو اضعها كزينة. راح النهاردة نعملها مع بعض ونتعلم ازاي بنعملها. هنختار مثلا اختي ترسم بشكل معين وانا ارسم بشكل معين، صح؟ ممكن انا وانت نشتغل في شكل واحد. ماشي، يعني اختي حابة تعمل نفس الشكل وانا اعمل نفس الشكل عشان تكون لها حاجاتها الخاصة ولا حاجاتها الخاصة. ممكن كل واحد يعمل شكل خلاص عادي. تمام. تحب ترسم تختار ايه؟ وهنستعمل على ورق مكوى وبعد كده ممكن يعني نبروزه او ممكن نعمل ورق. انا جبت كرتونه عندي مكوى، يعني اي شيء اي كرتونه. ورقه برده مكوى برده مش كرتونه. بلونين، لون اسود وابيض، ما يقصرش لان احنا هنستعمل الابيض وهنستعمل عليه الالوان. طبعا بعد ما اخلص هستخدم معاه اللي هو لزق لاصق لو انا عايزه احافظ عليه، يعني ايش معايا وقت اطول. ايضا هستخدم معايا دوت قطر علشان اقطع، ممكن استخدم مقص. طبعا عندنا الالوان، ممكن نستخدم الوان مائيه في بدايه التلوين ونرجع نستخدم معاها الوان خشبيه او الوان اللي هي الخشبيه المائيه. حاجه من دول هنبدا قدامكم ونعرف مع بعض ازاي نعملها. طبعا انا ببدا احدد بالرصاص علشان اي اخطاء امسحها. ارجع اعيد عليه تاني بقلم اللي معايا، القلم التحضير. ممكن استخدم معايا الفرشه للالوان المائيه او ممكن ادخل على طول في الالوان الخشبيه. اوكي يا اصدقاء، متوفر عندكم الحاجات ديت؟ مش متوفره، ممكن تعملها بابسط الامكانيات وهتطلع لنا في الاخر شكل جميل. ممكن تعملها بقلم سبيرتو، حلوه جدا. عشان بس احنا مش متواجد معانا قلم سبيرتو فهنضطر نعمل بالوان مائيه والوان خشبيه، وهنشوف التجربه في الاخر هتكون عامله ازاي. ويلا شاهدوني. زي ما انت شايفين احنا اهو عملناهم، ودي رسمة اخت زمردة رسمت مع انها رسمة زي بالظبط، بس هي كبرتهم عني فانا عملتهم في ورقة واحدة. هنلونهم وهحددهم وبعد كده هنقصهم ونعملهم اي قطع معينة ونبروزهم. الوقت بعد ما احنا خلصنا وظبطنا رسمنا الاشكال وعملناها على كرتون مكوى، وتستخدمي الكرتون ده بس ده مميز عندها. بدي هوريكم هذا شكل الكرتون، بخلي الالوان غامقه بس انا اطلع كل واحد يطلع شكل زي اللي معايا. ماشي اهي اعملي كده اهو. لان استخدمت كرتون فالالوان كانت منطفئه معي. اختي استخدمت اللي هي الكرتون الناعم. ماشي اشيل الشكل بعده. بسكويت خروف زرو طلع ازاي؟ احسن هو حزين اهو. اهي واحنا كمان غلفناه عشان اللون مع مرور الزمن ما يروحش. يلا انا دي قناتي. تظريف قناتي فين؟ قناتك قناتي انا متى في الزبالة. ايه زي موجود
ودي قناتي ان شاء الله هعرضها على قناتي دي. ماشي طلعي انت بقى. طلع ايه ليه؟ استني قولي انا هجيب الشكلات. كل واحد لون بطريقته ورسم بشكل طريقته. ايه قطة قطة ايه؟ استني كيو هامستر معايا برضه. الهامستر هيجيب لك حالي شايف الكرتون ده. قولي كيكو بيكا بيكا كاتشيو الزن اهو. يا بنت استخري شوية كده اهو. مت عندك ده دي حصان خال بيسموه حصان جبل حصان سحري ومش عارفة حاجة زي كده يعني. اها بتاعي ده غامق لون غامق اوي. وفنجان انا عارف فنجان. طب تسوي لايك لك بتاع بوي سوي. كتير اشكال جميلة والله. ايه انا لسه معايا شمس. انت جبت دي؟ حط الايس كريم. شمس شمس شموستي والله جميل وتجربة حلوة. ممكن مثلا نلزقها هي متينة لو حبينا نعمل لها مثلا علقة قبل اللزق بنجيب كخيط ونحطه ونلزق عليه يثبت معانا. اه هتكون جميلة كمان في الأشكال لو احنا زينا بيها. وهي عملناها يدوي ومش محتاجة خالص الناس اللي بتطبع أو تجيب مثلا استيكر خصوصي. عملناها اهو يدوي ورسمناها على ايدينا ولوناها وغلفناها تكون كده حلو. أي شيء متوفر عندكم صور الأشكال بتكون جميلة. تهتي تعجبني أي كرة بتاعتي. أعجبكم الفيديو يا أصدقاء لا تنسوا الإعجاب والتعليق بالفيديو حتى نعرف آراءكم. وشكرا لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام.